يعني استفزتني المراه بغات تمشي عزكم الله المرحاض. قالت ليها لا، قالت لي ما نعاونكش فيها، دارني ظهري صافي. شويه قالت لنا انا هادو صحابات الروتين اليومي ما يحنش فيهم الواحد، صافي دخلنا في مشادات. انا قلت لها قليله الادب، صافي قلت لها انت يا لا ما كاين لا ضرب لا جرح. قلت لها خاصك انت خاصك كمراه تبقى فيك من الجانب الانساني. نسي انت يا كخدامه انا، نسي انت كموظفه في هذا المستشفى، يعني الجانب الانساني خاصو يخدم، فهمتيني؟ الجانب لان 94 عام وحشكم هبط لي البول ديال السيروم مع رجيلاتها وما بغاتش، قالت لي لا. ودخلنا في مشادات وبقات تتغوت، وانا قالت لي الطبيبه الكبيره بان خاصها ضروري دابا تمشي دير الكارديو القلب ديالها. هي بقات كنقول لهم عطوني لومبيلونس، قالت لي ما يمكنش لومبيلونس تحرك. فانا يعني سي نورمال نفاعل، سي نورمال نقول لهم ما كديروش خدمتكم، سي نورمال ندير رد الفعل ديالي غتكون قاصحه. هي ما رحمتنيش في ديك نصاص الليل، جوج الليل عيطات على البوليس وبقات مصره باش تتابعني، رغم ان ما كان لا ضرب لا عنف لا حتى شي حاجه. والسيده محتاجه الاسعافات الاوليه، وصدقنا مشينا في ذاك نصاص الليل للمركز الشرطه باش نديروا المحضر ديالنا. والسيده كتموت. كريم طلبها، كريم هو اللي شاهد ليا، قال لي بانك ما ضربتيهاش ما عنفتيهاش ما خسرتيش الهضره. من الصباح مسكين هو كيعيط ليا، هو السيد اللي كان معاه قال لي احنا ما غنفوتوكش، نسي المشكل اللي بيني وبينك، ولكن فرميه باش تقول تعديتي عليها وتكرفستي عليها وعنفتي، هاد الهضره ما كايناش. يعني هذاك السيد بيني وبينه مشاكل وبغى يجي يحكم يشهد ليا في المحكمه. انا دابا غنقول لهم واحد القضيه، كلشي كيطالب بمساعديه تمشي لدار العجازه، ماشي مشكل الا كنتو غترتاحوا وتقيلوني انا ولادي صافي. انا غادي ماشي انت درت مورا الفلوس، غتقولوا درت مورا الفلوس، ما كاين لا فلوس لا والو. من نهار نشات القناه غادي نعطيهم مساعديه والقناه ديالها بارباحها من النهار. الدرهم ما ناخذوش، ما نقول خديت دواء، ما نقول خديت كما ما نقول حتى حاجه. انا غنخرج نخدم على راسي وعلى ولادي، لانني انا شفت ولادي غيبقاو يتامى، شفت الحبس بعيني اليوم. كنقول يعني في دماغي شنو هي رده وكيل مالك؟ ولدي يلاه خارج من الانعاش، مريض، ماما مريضه بالقلب. وليت كنفكر اللهم، تنقول صافي هاد السيده نصيفط لدار العجز ونبقى نمشي نزورها صافي، لان صافي وصلت صافي، راه لا اله الا محمد رسول الله. هذا ساعه غضب لانني خارجه من المحكمه. صح كاين، تقدر تكون كيل. تقدر منه واحد شويه نبدل الراي ديالي، لانني كنشوف عكاشه تيقول لك، هي كتقولي مهانتني وضرباتني واحده لا من فمها. يعني كون كان وكيل مالك طب ما عرفت شنو اللي هو اللي كيعرف واش نخرج ولا ما نخرج. كون قال لي نزلي اشنو غادي، اشنو ولادي شنو يضيعوا؟ الكبير في ولادي 10 سنين، الوسطاني 9 سنين، الصغير 3 سنين، وماما مريضه بالقلب. يلا دابا غادي جايين بها لوبيطال حتى هي. امي سعديه مريضه قسما بالله، لقيتها خانزه ملي جلست مع ولادي 7 ايام في السبيطار، الا لقيتها خانزه حتىكم دخلت مع الدار ضروني عينيا كندخل نجي ندوش لها نغسل ليها. انا ماشي تقولوا دابا دارت موراها لاباس عاد بغات تسمح فيها. انا نعطيها لها بقناتها بارباحها بكل شيء. لا انا نمشي نشطب غير في الزنقه ونجي عند ولادي نعس حدا ولادي. اليوم ما كنت غادي نخلي ولادي يتامى، يعني فرم ليا ما رحماتنيش. لو كانت منك غنعاود نقولها لك، ولو تتابعيني اختي انت ما عندكش واحد الجانب انساني. ما رحمتيش مرا عندها 94 عام وفكرتي تتابعيني في ديك اللحظه اللي هي محتاجه. فين هو بعدا؟ خليها غير تمشي تعالج. وكتعرفي عندي وليدات وديفورسي وبزاف المشاكل، واش على قبل امي السعديه ناضيه المغاربه كاملين؟ علاش شنو درت؟ ما درت والو، ما درت حتى شي حاجه. انا دابا كنقول ما مخلياش ليكم فينا تهضروا، انا ما مخلياش ليهم فين يهضروا. انا مستعده نعطي المستعديه لدار العجازه، ما ساخياش عليا، نعطيها هي والقناه وكل شيء، وما عمرني نبان في السوشيال ميديا. شوفي انا كنقولها دابا، ساعه اخرى يحضر الله، ولكن شوفي سمح لي يا سيدي، انا شفت الحبس دابا. كون دخلت الحبس ولادي امي سعديه شكون غيقابلها براسها؟ 7 ايام قلت لك ولات خانزه، والناس كاين بارطاجي معاهم ولدي في لاكلينيك. علاش ما دقش عليها شي واحد وقال لي اجي نعومها ولا اجي ندير ليها ولا؟ ساعه وريتهم فاطمه الزهراء، وريتهم السيد اللي كنت غنلوح راسي في النص الليل غنتحر، ما كيتجاوز 3500 درهم. ها هو عندي كل شيء في التليفون ديالي. انا كنطالب من المسؤولين، نقول لك استاذ عبي خير، انا مستعده المسؤولين الجمعيات نوضوا هاد التليفون ديالي، حتى حاجه ما كتمحى، نتوما عارفين صحاب قنوات، حتى حاجه كتبقى، جيو طالعوا على كل شيء. انا يعني انا داك الشيء اللي درت في سبيل الله، انا عطيت كل شيء ديال مع لدار العجازه، ولا شي واحد بغى يتكفل فيها مرحبا،
غيشوفوا، لان ما كنبارطاجي انا غير الضحك وداك الشيء، اما ما خفيك انا اعظم. يثروا المشاكل، عيت وعيت ولادي مرضوا، ولادي جوج. هي ما عندها ما تقول، هي اش كتقول، هي اش كتعرف كتعرف، حطي لها تاكل ما جبتيش لها تعير تغوتك اي موسينه كجداتنا، فهمتيني كجده. انا هذيك السيده عزيزه عليا وبغيت تربيه ما يسهلش عليا ما يكملش على وليداتها. الا عزيزه عليا، ونهار اللي نهار اللي دخلت امي السعديه 10 شهور وهي معايا، ما كاين لا حس قناه لا والو. الغلط الوحيد هو دخلنا في هادشي ديال القنوات، وانا كان عندي رزقي كنقولها شي واحد يقول لي انت كذابه. كانت الطوموبيل الاولى، الثانيه، الثالثه، كنت برزقي كنت بخير. دابا اللي وليت صراحه الحمد لله، شوف الخير عند الله. ما عرفاش لا شوما، راه كون ما كنتش مرضيه ما غاديش بزاف الحوايج كيدوزوا عليا، وكنقول الحمد لله. ولكن عييت والله، الناس دازوا عليك محن كثير وقطعتيها. انت سيدي جيتي وصورتي مع سمعتيش كتقول لك، سمعتها كتقول لي مها الايه كنت معاكم حرشتها. هيا مش السيد تصور معاها كنترفع بان امي السعديه. الا كنتو بصح كمتابعين تلقاو واحد الشونجمون بين وواضح، ما بقاتش كيف ما كانت. كانت اندفاعيه، كانت كتضرب واحد يعني على حساب لونتوغاج اللي كانت فيه. جات عندنا قال لك من شب على شيء شاب عليه، يعني ما غاداش نجي نربي انا من جده وجد. ولكن من عشر قوما 40 يوما صار بينهم. ولات مسكينه ما كتخسرش الهضره، ولا انا ماشي ولدي الصغير انا صندالون تنعطي للمسيسطات ونقول لي ما ديرش ما ديرش، لا يعني. ولكن راه كان واحد الشونجمون، بقات كتخسر الهضره، كتصلي واش انا نبارطاجي معاها كتصلي؟ راه ما يمكنش. راه انا بزاف الحوايج ما كنبارطاجيهم. السيده كتبقى سهرانه العامل السني، يعني الناس كبار كينعسوا غير ساعتين. راه انا كتفيقني وكنفيق بحال السكرانه، وولادي ما في خير وانا ما في خير. هلكتوني بالتعاليق ديالكم، ما بقيتش قادره نصبر. دابا انا واقفه غير بالدواء، واش ساخيه عليا حياتي؟ كنت غنلوح راسي، راه الجيران كيشوفوا الله ونعم الوكيل اللي وصلني في هذه الحاله. هادشي اللي نقدر، انا ما بقيتش طبيعيه. هادشي اللي نقدر، غير شي مهدئ باش ما نبقاش نفعل ونفكر، حيت كيضرني عرق ولا كيضرب لي عرق في الجهه اليسرى ديال راسي. ناخذ حتى شي دواء، وعارفه اش كنقول. مؤخرا ولا كيضرب لي عرق في راسي وكيشدني هنا اللور وكيهبط لي القلبي ويدي اليسرى. فعطاني الطبيب قال لي ما عندكش مناش تخافي، هذا غير ستريس، خذي هاد المهدئات. هادشي اللي كاين. شكرا، بارك الله فيكم. لا يخطيكم.